صفقة، بما انه الصفقات لسه ماشي عمالة تعلن ماشي رغم ان هي خلصت من ساعة تقريبا. فبيراميدز ضم دييجو رولان مهاجم منتخب اوروجواي بحسب ما اعلن عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، وده صفقة مهمة. لاعب عنده 27 سنة، لعب في أندية أبرزها ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني، لعب في ألافيس، لعب في مالاجا، لعب في ليجانيس، لعب في بوردو في الدوري الفرنسي. هو مهاجم هداف، أعتقد إنه من أصعب المراكز اللي عانى منها بيراميدز في الفترة اللي فاتت هي مركز المهاجم، رغم امتلاكه جون أنتوي ورغم امتلاكه محمود وادي ورغم امتلاكه دودو الجباس، لكن ما كانش عنده وفرة تهديفية في هذا المركز. فبيدور بقاله فترة على مهاجم، كان مهتم جدا انه يضم مصطفى محمد، معرفش بسبب الزمالك انه ما كانش موافق على نقله الى اي نادي في مصر، فضم مهاجما اوروجوانيا. وانه دي صفقة وصفها بيراميدز بالصفقة الخطيرة والمتميزة. المهاجم لعب 41 مباراة في الدوري الاسباني، سجل خلالهم 5 اهداف، صنع هدفا واحدا، لعب في الدوري المكسيكي 18 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف. هو مهاجم دولي بيكمل المثلث الهجومي لأوروغواي بحسب ما قالوا مع سواريز وكافاني. لعب 25 مباراة بقميص أوروغواي، اللي وراه ده على طول كان جودين طبعا، نجم منتخب وقائد أوروغواي.